استاد منتصر الرفاعي، شعورك ايه والاهلي فارق 30 بونط عن الزمالك؟ رقم رهيب بصراحة. هو رد اهو. بتكلم الناس بتزعل. يعني يعني نسكت الناس بتزعل، نتكلم الناس. عايزين نسمع مبروك الدوري الاهلي يا منتخب خلاص. كلمة الحق دايما بتزعل. 30 بونط. 30 بونط العدد في الليمون. هو ده دوري اساسا؟ ماشي. ده دوري؟ اه. استدعى بالله، عجبني جدا واحد كتب مقال والله العظيم مع عربي سعودي. قال لك ايه؟ اذا كان عامر اسير قد اهدى هذا الدوري لاهلي، طب ال 43 اللي فاتوا كان مين رئيس لجنه المسابقات؟ يا راجل اتقوا الله، يجعل لك مخرجا. الحاج عامر حبيبي وكل حاجه ورمي الزلط. يا راجل يا راجل. بس هو يعني شريك في كام دوري من دول؟ باستكلاو. شريك في كام دوري؟ في 10. ده انا ما اعرفش رئيس لجنه المسابقات غير الحاج عامر. مع انه قعد سنتين بره يعني. خلي بالك ده الدوريين. مع انه قعد بره سنتين. لحظه، الدوريين اللي خدهم ورا بعض ما كانش عامر حاجه. كارثي موجود الحاج عامر. عشان كانوا بيحددوا مين مين نجم الكره الزملكاوي؟ دي على الختام. محمود فؤاد اخيرا اتفضل. على ايه؟ كنت عايز تتكلم عن كنتش عايز اتكلم على حاجه، عايز اتكلم انا. 30 ثانيه دقيقه. انا حزين انه نادي الزمالك يبقى الفرق بالشكل ده، وانه نادي الزمالك يعني ينهي المسابقه في هذا المركز. اتمنى انه مجلس الاداره الحالي برئاسه الكابتن حسين لبيب يقدر يا محمد يقدر يدعم الفريق بصفقات قويه، ونتمنى نشوف نادي الزمالك ندي قول للنادي الاهلي في الموسم المقبل. شكرا. لانه الاهلي والزمالك هم عصبه الكره المصريه، وبدونهم مفيش غير منافسه. حتى الفوز انا بس ليا تساؤل اخير لك عشان تقفل. بس ليا تساؤل اخير. بين ربع دقيقة مفيش علامات استفهام يعني بتيجي في دماغك؟ لا في. انت بتشوف، انا عايش على علامات الاستفهام. بتشوف محمد علي بن رمضان من الترجي يروح المجر ويجي على الاهلي، وتشوف مهدي عطيه ده يروح من الوداد على روسيا ويجي على الاهلي؟ يا باشا ما بيفكركش في حاجه دي. يعني فليحيى الكابتن عدلي القيعي وامير توفيق. بص بقى جوميز وبيبو العظيم ما بتفكرش في حاجه. عمل لنا الوطن العربي كباري. جوميز قبل جوميز اتكلم مع طب هقول لك بس حتى الصفقات سريعا. خلاص هيقفل علينا، اتفضل. جوميز اتكلم مع اداره الزمالك الايام اللي فاتت او الساعات اللي فاتت ان الصفقات اللي هتتم هتكون بعلمه، عكس اللي حصل في الانتقالات اللي فاتت. الراجل طلب ما يقرب من 8 مراكز، طلب التعاقد مع حارس مرمى في حاله بيشتبعي. عدم تجديد محمد عواد في طلب التعاقد مع ظهير ايسر وظهير ايمن، طلب التعاقد مع لاعب في وسط الملعب جناح ايمن وجناح ايسر، طلب لاعب في وسط يعني الملعب، وطلب مهاجم بدل من سامسون. ربنا يوفقك ان شاء الله. ما يقرب من اصابات 8 مراكز، وطلب جلسه مركز خامس ومركز سادس. وبالمناسبه الراجل خد جزء خد جزء من مستحقاته قبل ما يطلع للاجازه. يا رب بس ما نجيبش 11 لاعب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، انا سعيد جدا اللي كنت موجود معاك النهارده. شكرا يا زعيم نصر. شكرا جزيلا سامح الفيوم. شكرا ليك. شكرا منتصر. شكر خاص لمنتصر. ولا شكر لمنتصر، ولا عايزين نشوفه تاني احمد. مبروك احمد الجندي ابن نادي الشمس وابن منتصر واسامه ابو زيد وتامر علي وكل الناس.